مع كوميديانات وكده وبتاع، دايما يسألوه سؤال يقول له وانت يعني مش بتفكر في البطولة انك تعمل حاجة لوحدك ان انت تبقى، دايما السؤال ده يتسأل يعني. طب انت ايه رأيك في السؤال؟ سيبك من الإجابة. هو السؤال بيبسطني لان بحس ان الناس يعني عايزاني ابقى بطل، عايزاني ابقى بطل اول في السينما. بس انا عن نفسي حسابات انا مش دلوقتي، لسه ببتدي ولسه بتعلم ولسه بجرب، فلما اخلص المراحل دي كلها اقدر ابقى متواجد بفيلم باسمي، لكن غير كده دلوقتي ما اقدرش ابقى باذي نفسي. لانه في ناس فيكو عملوا كده ده حقيقي، بس ما قدروا ما نفعتش. والله هو احسن حد في جيلنا احنا بتوع مسرح مصر يعني هو علي ربيع. علي ربيع هو اللي خد خطوات قبلنا كلنا وسبق، وليه شباك تذاكر، ليه رقم بيع خارجي كويس، فالراجل هو سابقنا في الخطوه دي. فاحنا محتاجين لسه شويه على بقيتنا يعني، لسه محتاجين. انت متفق مع الكلام ده؟ مش ده طموح لس كده يعني، طموحه مش قوي؟ هو يعني محدود. لا هو اكيد اكيد يتمنى يبقى بطل، واكيد كلنا نتمنى نجم سينما يعني يبقى هو النجم، بس لما تيجي حلوه احسن ما تيجي. اصل دلوقتي سهل جدا، في بلاتفورم كتير وفي شاشات وفي قنوات كتير وفي، فبقت في افلام كتير بتتعمل لمجرد انه يقعد في السينما 3 ايام وبعد كده ينزل على خلاص. سهله بقت، فبقت سهله فكره ان ابقى بطل. فالبطل اللي هو بتاع زمان اللي احنا كنا اللي هو عادل امام لازم يقعد 48 اسبوع في السينما والحاجات دي. نجم نجم، فعشان دي تتعمل لازم اشتغل مع حد زي احمد فهمي، نجم كبير وبيجيب ايرادات في السينما فاكسب من جمهور، واشتغل مع نجم كبير تستغله يعني. استغله. انا عملت كده مع عز على فكره. انا عملت كده مع احمد عز. كنت بعمل بطولات لوحدي وبتنجح وكل حاجه، اول ما جالي فرصه ان انا اغير جلدي في فيلم اكشن فقلت ايه ده احمد عز ميجا ستار، اروح واتعلم طبعا واخد من جمهوره. وبعد ما عملت العارف ونجح وكان دور تاني يعني، هو بيتقال فيلم مين؟ احمد عز طبعا. جالي بقى عروض للسفاح والمشاريع كبيره جدا، مجرد من ان انا اصل هي مش تنازل، ده سينما ويعني بره بيعملوا كده. ان انا اروح لميجا ستار زي احمد عز انجح معاه في اللون اللي هو بيلعبه واخرج انا بعد كده اشتغل. احنا بنناشد احمد عز واحمد حلمي وكريم عبد العزيز كل الاحمدات. خدوني معاكم، خدوني معاكم. تسمعوا مزيكا ايه اليومين؟